جميعهم يدعون وصلا بالثورة وتمثيلا لصوت شبابها ومناداة بحقوق شهدائها ومصابيها، غير أن نظرة فاحصة للمشهد السياسي في العراق تكشف قدرا كبيرا من الاحتيال الانتخابي يمارسه سياسيون فاسدون رفضهم الشارع، فعادوا وقد غيروا كذبا ملامح وجوههم السياسية في محاولة جديدة لخداع الشعب العراقي. أكثر من 400 حزب سياسي ناشئ يعتزمون التنافس على 328 مقعدا برلمانية في انتخابات مبكرة، تشير أكثر التوقعات إلى احتمال تأجيلها في ظل الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العراقيون. المحيطون برئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يؤكدون أنه يسعى إلى استثمار تعدد الدوائر في المحافظة الواحدة وفق القانون الجديد للانتخابات، من أجل الدفع بقوائم مرشحين متنوعة تحت عناوين مختلفة حسب ظروف كل محافظة، إلا أن الواقع يرسم صورة مغايرة لتلك التي يريدها الكاظمي. فالأحزاب القديمة الفاسدة وعت درس الحراك الشعبي وأعدت عدتها السياسية والميليشياوية بهدف ضمان استمرار السيطرة على البرلمان والحكومة مهما كان الثمن الذي غالبا ما يتكبده الشعب العراقي وليس ناهب ثرواته. وما مئات الأحزاب الجديدة إلا استنساخ مشوه للأحزاب القديمة، بحسب محللين يرون أنه لو صح أن بعض هذه الأحزاب أسستها بالفعل بعض القوى الشعبية التي أفرزها الحراك الجماهيري لتظاهرات ثورة تشرين، فإن حظوظها السياسية تكاد تنعدم في مواجهة سطوة المال الفاسد والسلاح اللذان يتحكمان في العراق ويرسمان خريطته السياسية منذ الغزو الأمريكي لصالح أجندات خارجية. في المحصلة، فإن أهم تحد يواجه الانتخابات المقبلة هو عزوف العراقيين عن المشاركة في التصويت بسبب يأسهم من إمكانية التغيير في ظل العملية السياسية الحالية القائمة على مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية، وفي ظل سيطرة الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران على المشهد العراقي.